تحفيظ سيدنا موسى اوعى تغلط وتقول السحر، لان في ناس كده يقول لك معجزة سيدنا موسى لك السحر، لا اليد والعصا، لان ما جاء به موسى ليس سحرا ولا يدخل في باب الايه السحر، ولا يجوز ان يطلق السحر على الانبياء. وقلنا ان حكمه ربنا في الانبياء السابقين كانت المعجزه غير المنهج. معجزه سيدنا موسى كانت فيما ايده الله به من اليد والعصا وغير ذلك من المعجزات، والمنهج كان في الطاعه. سيدنا عيسى في اباء الاكمه والابرص واحياء الموتى باذن الله، والمنهج كان في الانجيل. فكانت المعجزه غير المنهج. فمن لا يؤمنون بالحس؟ لو انت جيت تكلمه الان عن معجزه سيدنا موسى، نحن نؤمن بهذه المعجزات التي ايد الله بها عيسى، والتي ايد بها سيدنا عيسى، والتي ايد بها سيدنا موسى من خلال ايماننا بالقران الكريم. لكن لو انت جيت لواحد ملحد او عالم او لا يؤمن بالاديان وتقول له موسى انا ما شفتش اليد، يقول لك ايه اللي انا ايه اللي يا عم القران، واصلا لا يؤمن عندك لا بالقران ولا بالسنه. فقالوا هذه المعجزة لأن النبي أرسل إلى قومه وزمانه، فكان المكلف بالإيمان بالمنهج الذي أرسل إليه. فمن رأى المعجزة آمن بالمنهج، ومن لم يرى المعجزة فهو غير مطالب بالمنهج. محدش الآن مطالب منا يؤمن بسيدنا موسى. فكانت الحكمة المعجزة على قد الزمن، من رآها آمن بها، ومن لم يرها فهو ليس مطالبا بها غير اننا نؤمن بها من كتاب الله عز وجل وما قصه علينا القران الكريم. فما كانش هيتوقف على دوام المعجزه دوام المنهج. المعجزه كانت غير المنهج، لان المنهج كان مؤقت بزمن معين وقوم معينين. فاذا انتهى زمن النبي لم يكن الايمان بالمعجزه لهؤلاء، يعني ليس مطلوبا ان تكون المعجزه دائمه لان المنهج غير دائم. اما القران الكريم فاختلف عما سبقه من الاعجاز بان المعجزه كانت عين المنهج لتبقى المعجزه ببقاء المنهج الى يوم القيامه. فكل واحد يقول لك ما رساله محمد صلى الله عليه وسلم في القران، واين معجزته في القران؟ ليبقى الاعجاز متصلا بالمنهج الى ان تقوم الساعه، لان المنهج ممتد. فاقتضت حكمة الله أن تكون المعجزة ممتدة ببقاء المنهج باقية ببقائه. ولذا كانت المعجزة الكبرى هي في بلاغة وعظمة القرآن الكريم.